حكاية رغم إعاقتي. تفقدت ملابسي الرياضية الجديدة. غدا هو يوم المسابقة الرياضية. في الصباح الباكر نهضت فرحا وارتديت ملابسي والتصقت بالكرسي المتحرك كأنه جزء مني وأنا جزء منه، ولم أطلب مساعدة أمي، فغطت وجهها ابتسامة. توجهت نحو المدرسة بكل جد وحزم، ولما وصلت وجدت زملائي يبتسمون لي ولصاحبي، فبادلتهم الابتسامة لأني لاحظت أن صاحبي يأخذ كل اهتمامهم. وفي لحظة صمت سمعت أحد الأطفال يقول لصاحبه وهو يصوب أصبعه إلي ويقول: كيف يلعب هذا الولد المباراة وكيف سيشارك في السباق؟ قال لي صديقي: لا تهتم. وقف الأطفال جميعهم على خطوط الملعب المرسوم بالجير الأبيض، فنادى المدرس عن الأسماء. لم أسمع اسمي، فلا بد أن مدرسي أدرجه ضمن المشاركين في مسابقة الجري. انتهت مباراة كرة القدم بفوز الفريق الزائر. أعلن الأستاذ الآن عن ما كنت أنتظره: يجب أن أستعد حتى أفوز بالمركز الأول الذي خسره زملائي في مباراة كرة القدم. صاحبي لا يتحرج من ملازمتي له دائما. أحسست بفرحة غريبة، حينها أدركت أن دوري قد حان. فبدأ السباق، وفجأة وجدت نفسي في دائرة الأضواء حيث حظيت باهتمام الجمهور وتصفيقهم وتشجيعهم، فقلت في نفسي: سأفوز حتما. وما هي إلا دقائق حتى أعلن المدرس فوزي، لازلت أتذكر تحية أصدقائي وعناق أستاذي وابتسامة أمي الفخورة بابنها وهمسة صديقي لي: لقد انتصرنا. نعم، إنني فزت بالسباق وانتصرت على إعاقتي.